نبي نتكلم عن الوقف. نذكركم بشكل يومي ونذكركم دائما في مثل هذه الأوقاف أن تشاركون فيها لأنها عمل خيري لكم. هذا الوقف وقف الرحماء في جمعية عروة وقف محوكم حنا عارفينه، فلذلك جبنا لكم هذا الوقف لتشاركونا الأجر فيه عشان نفرح إنه وياكم في الحفل النهائي باكتمال هذا الوقف. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بإذن الله. أبو حزام كلمة عن الوقف. مثل الأوقاف هذه ستكتمل في البرنامج هذا وبعد البرنامج، وأهل الخير مهم منتظرين ترى على فكرة، وهم في غنى حتى عن تذكيرنا، ولكن الآية تقول في الذكر الحكيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ما تنفع الجميع هي تنفع المؤمنين فقط، لأنها توقظ الإيمان من جديد وتحرك يعني دوافع الخير اللي هي موجودة في الجميع على فكرة. لكن التذكير بين الفترة والأخرى ترى مهم، في الصدقات، في الاحتساب، في بر الوالدين، في إماطة الأذى عن الطريق. ذكر يا أخي، ذكر لا أقل من أن تذكر، ذكر أن تذكر الناس، ولكنك حقيقة تذكر نفسك. وهذا اللي يخلي الدعاة لا يكلون ولا ملون. تلقى الداعية 70 سنة وهو داعية، يا ولد وش ذا الجلد عندك؟ لأنه وهو يذكر الناس هو أصلا يذكر نفسه بفعل الخير. لذلك مثل هذه الأوقاف ترى باب يعني خير لك أنت. أنت الآن وين تلقى الفقير؟ وين تلقى المسكين؟ وين تلقى اليتيم؟ يلا رح دورك أقصاد، يلا رح. إلا كانك بتسكر الباب هذا سكره، وأنت في النهاية أنت الخسران في الدنيا وفي الآخرة. لذلك أنا أتمنى وأهيب بالجميع بالمبادرة حتى يكون شريك في إكمال هذا الوقف، وحتى يذكر شيء له يا أخي بينه وبين نفسه. يعني حتى الدعاء بالأعمال الصالحة يعني مباح ويجوز أنك تدعو بالعمل الصالح. يا ربي إني أنفقت في يوم 100 ريال لا أرجي بها إلا وجهك، اللهم صل وسلم على لا أرجي بها إلا وجهك. ها، فأنت الآن تتعامل مع ملك الملوك. لو تعاملت مع كريم ورجل ملي جدا وقال لك مثلا رجل ملياردير عنده من الأموال وجات له مناسبة تزوج ولده، أنت تروح له وتعطي ولده عانية تعين ولده، ولده محتاج مو محتاج، أنت بتجمل عنده لأنك تعرف أن هذه ما يبغاها عندهم لأنهم بيردون الطاق مطبوق عليك. فما بالك تتعامل مع ملك الملوك خزائنهم ملأة، ينفق ليل الصباح ليل في كل سبحان الله. واحد قال في الصين لو كل واحد خذ له بيضة يمكن 1,200,000 بيضة اللي يرزق ذا الناس ذا كلهم. لو واحد من البشر قال أنا اليوم برزق أهل الصين، والله ما يقدر. في الله سبحانه وتعالى رزقه يغدق به على الجميع. المطلوب منك أنك تتقرب فقط شبر، ليتقرب منك باع، تتقرب منها تأتيه مشي ليأتيك هرولة، ولا أفضل من التقرب بالنوافل والصدقات. الله يعيننا وإياكم على فعل الخير ويجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، وصلوا على النبي. اللهم صل وسلم عليه. الله يجزاك خير يا أبو حزام. أبو عبد الله يعطيك العافية. بداح يعطيك العافية أبو حزام ومنصور وعبد الله، كلام جميل والتذكير حنا نرغب فيه أن نشارككم بالأجر ما ينقص من أجركم مثقال ذرة. الله، حنا بنشارككم بالأجر ما ينقص من أجركم مثقال ذرة، وهذا مصداق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. هذا واحد. اثنين، أنا بس في بداية الأمر أقدم سهم على لنية شفاء والد عقاب. جزاك الله خير، الله يبارك. هذا أحد الأبواب اللي نقدم فيها صدقات، الله يجزاك فيها أعمال الخير. نرجو من الله أن يشفي لنا مريض، نرجو من الله أن يرزقنا، نرجو من الله أن يصلح لنا أولادنا، يصلح لنا زوجاتنا، يصلح لنا نياتنا، يصلح لنا مستقبلنا، يبسط أرزاقنا ويشرح صدورنا. هذه من الأبواب اللي حنا نتقرب فيها الله سبحانه الله وتعالى. الله، حنا نحط سهم ما ينقصنا من أموالنا شيء، لكن نرغب فيه ما عند الله. الله سبحانه وتعالى يعطيك الحسنة بـ10 أمثالها ويضاعفها لـ700 ضعف. فما بالك في الأعمال الخيرية لما تشرك فيها فلان وفلان وفلان وفلان، تحطك فيها أمة تشارك، يجيهم مثل هالحسنات وأنت ما ينقص من أجرك شيء وتضاعف لك. أسأل الله القبول في القول والعمل. اذكروا من فقدتم، اذكروا غاليكم، اذكروا مريضكم، اذكروا صديقك، اذكر يا أخي شخص بينك وبينه خلاف، اذكر بينك وبين واحد وقفة خاطر يا أخي حطها عشان الله يبعث الشيطان بينك وبين خويك، بينك وبين ابن عمك، بينك وبين قريبك. أسأل الله أن يشرح صدوركم ويبسط أرزاقكم ويجعلكم في كل
خطوة سلامة ونجاح إن شاء الله، ولا تبخلوا على أنفسكم. ترى البخيل والله اللي يبخل على نفسه في هذا الموقف. الآن قيمة الحجة سهم ب300 ريال ما ينقص من مالك شيء، وينفعك في يوم ما يخدمك فيه حتى ولدك اللي من صلبك. الله شكرا لك. الله يجزاك خير أبو عبد الله. قبل الختم بدر حسين نائب رئيس الإدارة. نعم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على مشاهدتكم، شكرا لنقادنا هذا اليوم. ختام الحلقة.